بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة رقم 25، مساق تفاضل وتكامل جيم، وهي المحاضرة السابعة في الشابتر الأخير من المادة اللي هي 15-7، وهو بعنوان تريبل انتجريشن انتجرالز ان سيلندريكال اند سفيريكال كوردينيتس. حكينا المرة الماضية في السكشن السابق عن تريبل انتجرالز ان ريكتانجولار كوردينيتس، الان بدنا نحكي عن في السلندريكال وفي السفيريكال. طبعا الحديث مش حيكون موسع، حيكون اللي هو مقدمه للسلندريكال والسفيريكال. يمكن السلندريكال نتوسع فيه اكثر، لكن السفيريكال حيكون اللي هو بشكل اللي حنشرحه وحتشاهدوا بعد شويه. الان نيجي للانتجريشن ان سلندريكال كوردينيتس. احنا في الاول بدنا نشوف كيف اللي هو كيف نصل للنقطة بواسطة اللي هو النقطة في الفراغ، طبعا بواسطة السلندريكال كوردينيتس. احنا في البلين اخذنا اللي هو في الاكس واي بلين الريكتانجولار، واخذنا البولر. الان هذا اللي هو بيستعمل البولر بالاضافة للزد اكسس. نشوف ايش اللي بنحكيه. لأن المرة الماضية كانت اللي هو الوصول للنقطة عبر الـ X-axis، بعدين الـ Y-axis، بعدين الـ Z-axis، اللي هي كلها إيش؟ horizontal اللي هي أو vertical، يعني خطوط اللي هي موازية للـ Z-axis أو الـ X-axis أو الـ Y-axis، أو اللي هي على الـ X-axis بعدين نوصل على الـ X-axis بعدين الـ Y-axis بعدين الـ Z-axis إلى آخره، اللي هي الـ distance هذه اللي حكينا عنها سابقاً. الآن الوضع مختلف شوية. الآن السلندريكال بدنا نصل للنقطة هذه، بنصل في الـ XY بلين بنمشي إيش؟ بالبولر. يعني الآن بدي اللي هو بمشي بزاوية ثيتا اللي مطلوبة، وبأمشي بدايركتد ديستانس R اللي هن اللي في البولر العاديات، وبطلع اللي هو اللي هي موازية للزد أكسس، اللي هي بمعنى آخر على الزد أكسس زي الريكتانجل العادي بمقدار اللي هي الزد اللي بدي اياها. فبتكون احداثيات النقطه هي عباره عن ار وثيتا وزد، يعني هذول البولر وهذا الزد العادي، هذا بنسميه اللي هو السلندريكال كوردينيتس. سلندريكال كوردينيتس ريبريزنت ا بوينت بي ان سبيس باي اوردر دي تريبل ار وثيتا وزد ان ويتش، يعني ار اند ثيتا ار بولر كوردينيتس فور ذا فيرتيكال بروجكشن اوف بي اون ذا اكس واي بلين، لهذه البروجكشن لها في الاوفر ذا اكس واي بلين. الان والزد از ذا ريكتانجولار فيرتيكال كوردينيتس العادي، ريكتانجولار فيرتيكال كوردينيتس العادي. الان ليش سموها سلندريكال؟ سلندريكال اقرب، لانه لو اجينا اخذنا اللي هو ار بثابت، لما ار بثابت بتصير تعمل لي ايش؟ سيركل في لاخذناها سيركل في البولر، لكن الزد مختلفة اذا صارت في السبيس، فبصير اللي هي سيركلز فوق بعض بتعمل لي ايش؟ سلندر. عشان هيك اللي هو ار بتساوي ايه اللي هي ثابت بتعمل لي عبارة عن سلندر اللي هي بكل سهولة. نيجي الان نشوف العلاقة بين equations relating rectangular x y z and cylindrical r theta z. هذول اللي هي احداثيات اللي هي الريكتانجولار اكس واي وزد اللي بنعرفها، وهذه احداثيات السلندريكال اللي عرفناها سابقا بالبولر والزد اللي هي طبيعي. العلاقه بين ار وثيتا واكس واي علاقه سابقه اخذناها قبل هيك، الاكس بتساوي ار كوساين ثيتا والواي بتساوي ار ساين ثيتا، والزد هي الزد طبعا. وبناء عليه اللي هو لو اجينا عملنا اكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي ار تربيع كوساين تربيع زائد ار تربيع ساين تربيع، بناخذ الار تربيع عامل مشترك بصير ار تربيع في كوساين تربيع زائد ساين تربيع اللي هي واحد، بتضلها ار تربيع. يعني اكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي ار تربيع اللي احنا عارفينها، واقسمه اللي هي الواي على الاكس فبصير ساين على كوساين، لان الار بتروح مع الار بتطلع تان ثيتا، وتان ثيتا بتساوي واي على اكس، او اللي هو من خلال اللي هي هذه الرسمة بتقدر تاخذ اللي هو هاي ثيتا وهي ار وهي اكس وهي واي، منهم توجد العلاقات اللي قلنا عنها قبل بشوية. ساين الثيتا بتساوي واي على ار، كوساين الثيتا بتساوي اكس على ار، وتان الثيتا اللي هي عبارة عن واي على اكس. بكل سهولة هذه العلاقات اللي هي القديمة. الان الدي في زي ما حكينا المرة الماضية، الدي اي كانت بدل دي اكس دي واي اللي هي ار دي ثيتا، ودي زد زي ما هو
اذا الدي زد دي اكس دي واي ايش بصير؟ دي زد ار دي ار دي ثيتا اللي هو عباره عن مين؟ عن الدي في اللي بنكامل الفوليوم باتجاه يعني التريبل انتجرال دي في اللي هي عباره عن دي زد والار دي ار دي ثيتا اللي هي بدل دي اكس دي واي، وبهذا الترتيب بنكامل اللي بدنا اياه. الان نيجي لبعض اللي هي الشغلات السهله والمشهوره في اللي هي معادلات اللي هي زي ما كنا ناخذ اكس بتساوي واحد بلين، واي بتساوي واحد بلين، برضو واحد موازي للاكس زد بلين، واحد موازي للواي زد بلين، وزد بيساوي واحد اللي هو موازي للاكس واي بلين. هذا زمان في اللي هو ريكتانجولار. الان نيجي لو جينا اخذنا ثيتا بتساوي ثيتا نوت، هاي ثيتا بتساوي ثيتا نوت وجينا اخذناها هيك، لكن الزد مختلفة، هاي ثيتا بتساوي ثيتا نوت لكن الزد ايش مالها؟ مختلفة وفاري. فاللي هي بتاخذ اللي هي ثيتا قلنا بتساوي ثيتا نوت هي عبارة عن كل الزد المختلفة، الخط هذا، هاي الخط هيو، هاي فرضنا الخط هيو هيك من عند هنا من عند هنا وبيمتد برضو على الجهتين، هذا ثيتا بتساوي ثيتا نوت، بتطلع لفوق 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 الزد بتاخذ كل القيم بتنزل فبتعمل لي اللي هو البلين، لانه ار وزد ذاري. الان ار اللي هي بتضلها ماشيه لما لا نهايه هيك، وهذه ماشيه لما لا نهايه هيك، اذا فبصير هذا اللي هو البلين اللي ثيتا بتساوي ثيتا نوت. طيب سيميلارلي زد بتساوي زد نوت، طبعا ار وثيتا ذاري، اللي هي ما دام ثيتا بتساوي ثيتا زد بتساوي زد نوت يعني بصير اللي هو عند زد نوت اللي هي هنا بصير اللي هي نقطة، بس الآن اللي هي ثيتا الآر اللي هو مختلف، آر بيجي هيك وآر بيجي هيك وآر بيجي هيك في كل الاتجاهات، وثيتا بتاخذ كل برضه القيم، فبتعمل لي بلين كامل موازي للإكس واي بلين بيمتد من كل أطرافه إلى ما لا نهاية، هذا زد بيساوي زد 2. نيجي للأسطوانة اللي قبل شوية قلناها اللي هو ار بتساوي ايه؟ اللي هو ار من هان لهان في الاكس واي بلين ثابت، اللي هو بيعمل لي ايش؟ دائره. الان دائره اللي هي دائره ليش؟ لانه ثيتا برضه متغيره، فبتمسح كل اللي هو ايش؟ 2 باي، فبتصير ار بتساوي ايه في البلين اللي هو دائره، ولما نقول في السبيس برضه الزد بدها تاخذ قيمها، فبتعمل لي السلندر الزرقاء اللي امامي، هذه ار بتساوي ايه. طيب نيجي ناخذ اكزامبل، find the limits of integration in cylindrical coordinates for integrating a function f of r وثيتا وزد over the region d bounded below by، بوصف قاعد على اساس انه لو انت حتى ما عرفتش ترسم من الوصف تبعه ممكن تقدر تحصل على اللي هي حدود integration over the region d bounded below by ايش؟ بقول لك من تحت bounded by z بيساوي صفر، هاي z بيساوي صفر. طيب literally by the circular cylinder x تربيع زائد y minus 1 الكل تربيع بيساوي 1، يعني الان اللي هو هذا اللي هو في عند السلندر اللي هو x تربيع زائد y تربيع زائد y minus 1 الكل تربيع بيساوي 1. طبعا هذه الان اللي هي في البلين في الاكس واي بلين سير شو اسمه سيركل، سيركل مركزها 0 و1، هاي 0 و1 مركزها على هذه، وبتاخذ السيركل بالشكل اللي امامي هذه، اذا في المنطقه هذه واحد قيمه النصف القطر، اذا بصير اللي هو بمس الواي اكسس او بمر بالاوريجن عند النقطه 0 عند النقطه 0 و0 اللي هو بكون عندي بتحقق المعادله. طيب اذا هاي اللي هي السيركل هذه، لكن هو ايش قايل لي؟ سلندر يعني الزد مختلفه، اذا بتضلها ماشيه الى ما لا نهايه، هذه اللي هي السلندر لكن بده يكمل الوصف اند اباف باي، هذا من اسفل يعني او من حواليها، اند اباف باي ذا بارابولويد زد بيساوي اكس تربيع زد واي تربيع، هنا اللي هو بارابولويد بيجي هيك، الان بقطع هذه المنطقه في المنطقه هذه اللي هي هذه اللي هي مقطع اللي هو بين زد بيساوي اكس تربيع زائد واي تربيع. طبعا الرسمات الصعبه اذا بتلزم بنرسم لكم اياها في الامتحان. طيب هو اللي بتلزمش يعني خلاص بتعتمدوا على الوصف اللي موجود. نيجي الان بدنا نحدد حدود الانتجريشن، بدنا نكامل اف اوف ار وثيتا وزد دي زد ار دي ار دي ثيتا بهذا الترتيب. لا نيجي لدي زد، اول شيء بالنسبه لزد، بالنسبه لزد نفس المنطق السابق،
بنيجي للجسم وبندخل بنشوف من وين بندخل ومن وين بنخرج. واضح انه قيمة زد بتبدأ من عند الصفر وبتنطلق لما تصل مين؟ الزد هانا، بتخرج من الجسم بالزد هذا اللي هو ايش بتساوي؟ اللي هو اكس تربيع زائد واي تربيع. لكن انا بدي اياها بايش يا جماعة؟ بالبولر. واكس تربيع زائد واي تربيع ايش بتساوي؟ قبل شوية قلنا ار تربيع. اذا بتيجي من عند الصفر وبتطلع وين؟ لعند اللي هي ار تربيع، هذه قيمة الزد. اذا من صفر لمين؟ للار تربيع. نيجي الان لمعادلتنا هذه، الاكس تربيع زائد واي ماينس واحد تربيع بيساوي واحد. خلينا نحولها هذه السلندر نحولها لايش؟ لبولر عشان حتلزمنا. طيب حول الان اكس تربيع زائد واي تربيع اللي هو فكيت ناقص 2 واي زائد واحد بيساوي واحد، لان ما كان اكس تربيع زائد واي تربيع ايش حطيت؟ اللي هي ار تربيع. الواي ايش مالها؟ ار ساين ثيتا ناقص 2 ار ساين ثيتا، والواحد بروح مع الواحد فبصير هذا المقدار بيساوي صفر. بننقل هذا على الجهه هذه بصير ار بيساوي 2 ار تربيع بيساوي 2 ار ساين ثيتا، بنختصر ار مع الار بصير ار بيساوي 2 ساين ثيتا. هذه هي معادله مين؟ وطبعا ار اعتبرناها لا تساوي صفر لانه الصفر حيكون متضمن هنا اللي هو ار بصفر عند ثيتا بصفر، ففيش اشكاليه. ار بيساوي 2 ساين ثيتا، ماشي. هذه معادله مين؟ هي الدائره اللي امامي. لو جينا رسمنا هذه الدائره قلنا هيها، لاحظ الدائره هذه اللي هي الامامي هذه عندي لما ثيتا بصفر اللي هي ايش مالها؟ بصير طبعا الصفر مع الاكس اكسس بصير اللي هي ار بتساوي صفر لانه ساين صفر زيرو. الان ثيتا بتساوي باي على 2 لما تصلها باي على 2 اللي هي بصير ار بتساوي 2 باي على 2 يعني 2 ساين باي على 2 1 بصير 2. اذا هنا الان لما تصل لباي بتيجي ايش؟ ار بتساوي 2 ساين الباي اللي هي 0. اذا هذه كلها الدائره بترسم من عند ثيتا اللي هو بصفر لعند ثيتا ايش مالها؟ بتساوي باي. نيجي الان نحدد حدود الانتجريشن. زي ما قلنا حددنا الزد، الان بنعمل بروجكشن لهذا. واضح انه البروجكشن لما ينزل بكون ايش وماله؟ في اللي هي هاي العمود وهي العمود، نزل هذه بتقعد في داخل الدائره اللي امامي. لان الدائره اللي امامي هذه هي اللي بدها تحدد لي الار والثيتا. كيف بنحدد ار؟ بنطلع اللي هو ري من اللي هو الاوريجن الى اللي هو الجسم. لانه واضح كل الريز بتيجي من عند نقطة الأصل زيرو وبتطلع من مين؟ من عند الدائرة اللي هي 2 ساين ثيتا. إذا قيمة ار من صفر ل 2 ساين ثيتا، هي 2 ساين ثيتا من 2 ساين ثيتا إلى آخره. إذا ار من صفر لعند 2 ساين ثيتا لأنه بكامل بعدها لار. بعد ار بدي أكمل لمين؟ ثيتا. الآن ثيتا قلناها قبل شوية، بتبدأ الرسمة بتبدأ الرسمة من عند ثيتا بتساوي صفر وبتنتهي الرسمة عند ثيتا بتساوي باي. ديري بالكم مش 2 باي لانه من صفر لباي بترسم هذه الدائره كلها زي ما قلنا. اذا من صفر لباي وبكون هذه اللي هو حدود الانتجريشن للداله اللي عندنا للمنطقه اللي عملناها. اذا مختصر الحديث بحول كل شيء لبولر. الان بجيب اول شيء الزد، بعدين بنعمل له بروجكشن، بروجكشن بينزل تحت، اللي تحت بنحددها زي ما كنا نحدد زمان اللي هو في البولر. طيب الان باكد لك اللي هو هاو تو انتجريت ان سلندريكال كوردينيتس. المفروض هذا قبل اللي حكينا، لكن هي اللي حاطه هيك. خلينا نشوف الان هي دي المنطقه، هي المنطقه اللي بحكي عنها. بدنا نحدد كيف حدود الانتجريشن، ايش بنسوي؟ زي ما قلنا هي المنطقه مرسومه، هيها بنعملها البروجكشن تنزل هيو. الان باخذ اللي هو الري اللي هو اسف فيرتيكال لاين موازي للزد اكسس. من وين دخل المنطقه؟ من هان وخرج منها من هان. اذا حدود الانتجريشن من السير من السيرفس هذا اللي هو زد بيساوي جي 1 في ار ثيتا هو معطيني اياه، وبيطلع من زد بيساوي جي 2 في ار ثيتا. اذا هذه حدود زد. الان يجي حدود ار، حدود ار هنا اللي هي بنعمل اسقاط. بعد ما نعمل اسقاط طبعا بصير اللي هي من عند جي 1 لعند جي 2 الاسقاط. الان هي الاسقاط هنا باجي باخذ الري اللي هو بنشوف من وين دخل المنطقه ومن وين خرج. اذا دخل المنطقه من هذه المنطقه اللي هو مسميها هو اتش 1 اوف ثيتا، وخرج من المنطقة هذه اللي هو مسميها اتش 2 اوف ثيتا، فبصير ار من اتش 1 اوف ثيتا لعند اتش 2 اوف ثيتا. الان هذه المنطقة كيف ارتسمت؟ ارتسمت من عند ثيتا هذه لعند ثيتا هذه، ماشي. الان ثيتا هذه مسميها الفا هيها، وثيتا الاخيرة هذه مسميها كلها بيتا،
إذا قيمة ثيتا حتكون من ألفا لعند مين يا جماعة؟ لعند بيتا. وهيك بنحدد زي ما قلنا في المثال، وزي ما قلنا هاي نظريا حدود الانتجريشن. ناخذ مثال آخر، بيقول لي فايند ذا سنترويد. احنا مش حنحكي عن السنترويد، لأنه السنترويد ما خدناش اللي هو في السكشن اللي قبل هذا، اللي هو الملغي، السنترويد والمومنت اوف انيرشيا والسنتر اوف ماس والماس ومش عارف ايش، هذا ما خدناش التطبيقات اللي هو في الشابتر اللي قبله. عشان هيك بدي اقول لكم فايند ذا فوليوم اوف ذا سوليد. انا بدي اقول فايند ذا فوليوم اوف ذا سوليد انكلوزد باي ذا سلندر. انكلوزد باي ذا سلندر يعني مغلقه بواسطه السلندر. اكس تربيع زد واي تربيع بتساوي 4، اكس تربيع زد واي تربيع بتساوي 4. هي دائره نصف قطرها اللي هو عباره عن 2. الان هذه الدائره الان سلندر، لان الزد مختلفه فاري بتاخذ اي قيم، فبتعمل لي سلندر اللي امامي. الان انكلوزد باي ذس اند باوندد اباف باي ذا بارابولويد زد بيساوي اكس تربيع زد واي تربيع. وبنرسم الاكس تربيع زد واي تربيع بيساوي زد هاي البارابولويد. الان بقول لك اللي هي انكلوزد باي ذا سلندر، ومن فوق من اعلى اللي هو ايش فيه؟ اللي هو البارابولويد الامامي اند باوندد بلو باي ذا ايش؟ ذا اكس واي لاين. اذا على طول حتى لو ما رسمناش، جايه من عند اللي هي من عند الصفر ورايحه لمين؟ لا اللي هي هذا الزد. اطلع هيك فيرتيكال لاين فيرتيكال لاين، كلها جايه من عند الصفر، وقايل لك من اعلى البارابولويد لعند اللي هو ايش؟ زد اللي هو بيساوي اكس تربيع زد واي تربيع. وقلنا اكس تربيع زد واي تربيع اللي هو عباره عن مين؟ ار تربيع. اذا اللي هي الفوليوم اعتبر هذا هو الفوليوم من اللي هو الفوليوم، طبعا دي في تريبل انتجرال لدي في. الان هذا السنتر اوف ماس انسام اللي هو السنترويد، نش السنترويد، لانه السنترويد بيصير ام اكس واي على ام ان على ام، وبعدين تنوجد القيمه ما لناش علاقه فيها. نفترض انه احنا بنحكي عن مين؟ عن الفوليوم اللي هو ايش؟ اللي هو ام. ماشي الحال؟ طيب الفوليوم هذا بيساوي دي زد دي ار دي ار دي ثيتا. بدنا نوجد ايش احنا الان؟ بدنا نوجد يا جماعه اللي هو حدود الانتجريشن. زي ما قلنا الزد بنطلع من هان في داخل المنطقه، من هان كله بيجي من الزيرو لعند مين؟ لعند الار تربيع. نيجي الان ايش نكمل؟ نكمل اللي هو بدنا نعمل بروجكشن لهذه. واضح البروجكشن هنا هذا كله بنزل وبقعد وين؟ في داخل اللي هو الدائره اللي عندي. هذا الجسم كله نزله هيك حتلاقيه في داخل الدائره. الان الدائره اللي عندي هذه اللي هي بدها تحدد لي ار وثيتا. سهله الامور هذه، اللي هي اكس تربيع زد واي تربيع بيساوي 4، يعني ار تربيع بيساوي 4، يعني ار بتساوي 2. إذا هذه دائرة ار بتساوي 2 مكتملة الأركان، وهذا تعلمناها. ما دام بس ار بتساوي 2، إذا اللي هي بندخل المنطقة من 0 لعند اللي هي 2، الار هذه من 0 لعند 2، من 0 لعند 2 في كل الاتجاهات، إذا كلها على نفس المنوال، تبدأ من عند 0 لعند 2، إذا حدود ار من 0 لعند مين؟ لعند 2. الآن واضح إنه اللي هو ثيتا عندي اللي هي عشان ترسم الدائرة كاملة، عشان تاخذ ثيتا وضعها الطبيعي كامل، بدها تمشي اللي هو من صفر لعند مين؟ 2 باي. اذا هذه اللي هي حدود التكامل. الان الفوليوم بنكمل اول شيء بالنسبه لزد، بصير زد تكامل دي زد زد عباره عن زد من صفر لار تربيع، بنعوض بصير ار تربيع، وفي ار بصير ار تكعيب، تكاملها من صفر ل 2 دي ار اللي هي ار اس 4 على 4 من صفر ل 2 بصير 2 اس 4 اللي هو 2 في 2 4 في 4 في 16 على 4 بتطلع 4 من 0 ل 2 باي دي ثيتا. بنوجد اللي هو بصير 4 ثيتا من 0 ل 2 باي بتطلع ايش؟ 8 باي. هذه اللي هي الفوليوم. الان نيجي لايش؟ للسفيريكال كوردينيتس اند انتجريشن. النوع الثالث طبعا هذا اللي هو سفيريكال كوردينيتس اند انتجريشن. الان بدنا نشوف اللي هو ايش اللي بحدد مكان النقطة. كنا نحدد في سابقا بواسطة اللي هو الزد وبواسطة الار والثيتا، لما نصل للنقطة فاي بواسطة اللي هو دايركتد ديستانس رو، وهو زاوية فاي. الفاي هذه اللي بصنعها الرو مع مين؟ اللي هي طبعا تاخذ من زيرو الى قد ما بدها ارقام، اللي هي الزاوية اللي بصنعها اللي هي رو هذه مع اللي هو البوزيتيف زد اكسس
الآن بتمشي بتتحرك بالشكل هذا، بالشكل لما تصل زد أكسس الثاني، يعني فاي اللي هي بتاخذ قيمة بس من صفر لعند واي. طبعا الآن اللي هي بتصل لأي نقطة اللي هو بالدايركت ديستانس رو. طب لو كانت النقطة على الجهة الثانية، مين اللي بيساعدها؟ ثيتا، اللي هي ثيتا بتدور بمقدار 360 درجة، فبتدور في كل الفراغ اللي هو من أعلى، وبكل اللي هو بقديش طول هذا، فبتصل لكل النقاط. ونفس الاشي لما تنزل هنا اللي هي رو لتحت، اللي هي بقى برضو على بين من صفر لعند 2 باي، بلزمش اكتر من هيك. الان اللي بدورها كامل اللي هو بتدورها ثيتا كاملة وين ما بدها هان، وطولها بصل لأي رقم في الدنيا. فعشان هيك احداثيات اللي هي السفيريكال كوردينيتس هي عبارة عن رو دايركتد ديستنس، هذا اكبر يساوي صفر. اللي عندي اللي هي فاي اللي هي زاوية من صفر لاثنين باي، بس نحن مع محور زد اكسس، مع البوزيتيف زد اكسس، بس بتاخذ من صفر لباي. وثيتا ما احنا عارفينها اللي هي اللي في البولر، بتاخذ من صفر لعند اثنين باي. الان في علاقات بين رو وفاي وثيتا، وباقي اللي هي الزد والار والاكس والواي والزد. خلينا نشوف بعد شويه هذه العلاقات. الان spherical coordinates represents a point b in space by ordered triple زي ما قلنا، in which rho is the distance from b to the origin زي ما قلنا، phi is the angle OB makes with the positive z axis زي ما حكينا، اللي هي theta is the angle from cylindrical coordinates اللي احنا عارفينها هذه اللي هي زاوية اللي هي اللي بتنصنع معها هذه. طيب الآن نيجي نشوف العلاقات بين هذولا بعد شوية. خلينا نشوف العلاقات بس على السريع. لو طلعنا عندي اللي هو الرو، هاي الرو لو جينا نزلنا عمود هنا هيك، فبصير هذه زاوية قائمة. الآن الزاوية القائمة هذه بصير عندي الآن هذا لهنا، هي العمود هيك بالشكل هذا، فبصير الآن لو جينا أخذنا اللي هي كوساين فاي، كوساين فاي حتصير رو اللي هي اللي هو الوتر على المجاور اللي هو قيمة زد، رو على زد. فهيك بنربط زد، بتصير زد بتساوي رو كوساين فاي، لأنه هذا حيساوي هذا اللي هو، لأنه لما ننزل عمود هذا بتصير هذا الشكل كله مستطيل اللي هيك هيك هيك، هيك. فبصير رو كوساين فاي. الآن عندي لو جينا أخذنا هذا، هذا هيو هيك اللي هو هذا عمودي، حيكون موازي هذا اللي هو في الواقع هو آر، فبكون قيمة آر هنا هي هيك اللي هو عبارة عن إيش، بنفس الأسلوب اللي هو حيساوي رو ساين فاي، لأنه ساين فاي حيصير رو على اللي هو آر هذا اللي بيساوي هذا، بصير اللي هو رو آر بتساوي رو ساين فاي. الآن العلاقات الأخرى، هي العلاقات الرئيسية. العلاقات الأخرى لو جينا أخذنا اللي هو هذا الرو اللي هو حنوجده بعد شوية، رو تربيع بتساوي اللي هو عبارة عن اللي هي هذه زاوية قائمة، بصير هذه قائمة هيها، بصير رو تربيع بتساوي زد تربيع زائد ار تربيع. يعني لو بدنا نحولها لكارتيزيان بصير لكارتيزيان، بصير رو تربيع بتساوي زد تربيع، وار تربيع اللي هي عبارة عن اكس تربيع زائد واي تربيع، فبصير رو تربيع بتساوي اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع. وهذه الحلقات العلاقات كلها تستنتج من هنا، وهيها الآن بعد شوية حنحكيها بالتفصيل. نيجي الآن برضو نحكي مشابه للحكي اللي حكيناه في الكارتيزيان وفي السلندريكال. الآن لو جينا أخذنا اللي هي رو فاي بتساوي فاي نوت، يعني فاي ثابتة. الآن فاي نوت هي قيمة فاي نوت، ماشي الحال. الآن مين المطلوقة؟ المطلوقة اللي هي رو، بضل هذا ماشي إلى ما لا نهاية هيك، وثيتا مطلوقة، إذا ثيتا بتلف لفتها كاملة. فالآن هذا الخط اللي هو عندي لما يلف لفة كاملة حوالين اللي هو الزد أكسس بيعمل لي كون. الكون هذا بيبدأ من نقطة الأصل وبضله إلى ما لا نهاية. إذا فاي بتساوي فاي نوت هو عبارة عن معادلة كون. شايفين مسهله؟ لو بدنا نحولها لكارتيزيان فيها غلبة، قصدي فيها دفاشة لذاك، لكن أخذناها قبل هيك. المهم الآن لو جينا أخذنا ثيتا بتساوي اللي هو عندي ثيتا بتساوي ثيتا نوت. الآن ثيتا بتساوي ثيتا نوت، هاي ثيتا نوت، هاي اللي هو تبع الآر اللي هي ثيتا نوت هيها. الآن الرو تبعها هي فوق، الرو طبعا بصير
اللي هو بيمتد هيك لما لا نهاية، لكن شغله من هان لعند الهان بس. عشان هيك ثيتا بتساوي ثيتا نوت في هذه الحالة، بس هو هذا اللي اللي بالأزرق اللي بيمتد هيك إلى ما لا نهاية وهيك إلى ما لا نهاية، ولا جاي إلى ما لا نهاية لكن بروح على الجهة الثانية. طيب الآن لأنه ثيتا بتساوي في المنطقة دي، لو ثيتا بتساوي مثلا في الجهة الثانية بيصير الشكل في الجهة الثانية حسب قيمة ثيتا اللي هو البلين بيكون. إذا ثيتا بتساوي ثيتا نوت، بلين من الزد وبضله طالع بالشكل هذا. الآن ظل عندي رو بتساوي رو بتساوي ايه؟ الرو ثابتة، هاي رو بتساوي ايه؟ هذا رو بتساوي ايه؟ لهنا مثلا الآن فاي حتكون متغيرة، فبتيجي الفاي بيمشي هيك 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 برسوم لإيش؟ نص دائرة. هذا نص الدائرة الآن اللي هي برسومها رو، اللي هو نص قطرها رو، من هنا نص الدائرة برسومها رو. الآن هي مشيها بس فاي، الآن فاي المتغيرة ترسم لي رو بساوي اللي هو عبارة عن مثلا مقدار رو نوت. الآن لو اللي هو ايه قلنا الآن هذا، الآن فاي متغيرة وثيتا متغيرة، ما دام ثيتا متغيرة إذا نص الدائرة هذا حتدور دورة كاملة حوالين الزد اكسس، إذا حتعمل لي كرة، عشان هيك رو بتساوي ايه؟ عبارة عن السفير الإعلامي. طيب نيجي الآن اللي هي اللي وعدناكم قبل شوية فيها، العلاقة بين equations related spherical coordinates to cartesian and cylindrical coordinates. r زي ما قلنا بتساوي رو ساين فاي، قلنا كيف، اللي هي زد بتساوي رو ساين فاي قلنا كيف، ورو بتساوي اللي هو الجذر التربيع الاكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع قلنا كيف، اللي هي الجذر التربيع الار تربيع زائد زد تربيع، والاكس بيساوي ار كوساين ثيتا سابقا، والواي بيساوي ار ساين ثيتا ثابت سابقا. الار بنشيلها بنعوض عنها بصير رو ساين فاي كوساين ثيتا، والار هنا برضه بنشيلها وبنعوض عنها من قيمتها بتساوي رو ساين فاي فا ساين ثيتا. هذه اللي هي مين العلاقات بين كل الاكس والواي والزد والرو والفاي والثيتا والار سمول. طيب لما بقول لي فايند، ناخذ مثال اكزامبل 3، فايند اسفيريكال كوردينيت ايكويجن فور ذا سفير اكس تربيع زد واي تربيع زائد زد ماينس 1 كل تربيع يساوي 1. طبعا هذه السفير مركزها 0 و0 و1 على الزد، اذا فوق شويه ونص قطرها 1، اذا على الزد فوق اللي هي هان، اذا بتمس اللي هي الاوريجن، لما اللي هو نص قطر 1 والبعد 1 فبصير بتمس الاوريجن. هاي اللي هي السفير اللي بنقول عنها، هايها اللي هي اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد ماينس 1 الكل تربيع بيساوي 1، اللي هي سفير مركزها 0 0 1. عندي الان نشوف ايش اللي هي معادلتها، الان نحولها ل ل ل لسفيريكال. الاكس تربيع اللي هي عباره عن رو تربيع ساين تربيع فاي كوساين تربيع فاي من هان، هيها الواي تربيع، هي رو تربيع ساين تربيع فاي ساين تربيع ثيتا، زائد الزد نفس الشيء رو كوساين فاي اللي هي ناقص 1 الكل تربيع بتساوي 1. الآن خذ من الجهتين هذول اللي هو رو تربيع ساين تربيع فاي بضل كوساين تربيع ثيتا زائد ساين تربيع ثيتا، هذه طبعا 1، وهذا فكها بصير رو تربيع كوساين تربيع ناقص 2 رو كوساين فاي زائد الواحد، فكينا هذا المقدار كله بيساوي 1. الآن الواحد مع الواحد بروح، وهذا بصير 1، فبصير رو تربيع اللي هي ساين تربيع زائد رو تربيع كوساين تربيع ناقص 2 رو كوساين فاي، بنقلها على الجهة هذه بصير اللي هو رو تربيع كوساين تربيع زائد كوساين تربيع اللي هو بيساوي 2 رو كوساين فاي. الآن هذا بصير 1، بصير رو تربيع بيساوي 2 رو كوساين، والرو أكبر من 0 إذا بقدر أختصر، بصير رو بيساوي 2 كوساين فاي، وهذه هي عبارة عن معادلة السفير اللي أمامي. الآن find the spherical، مثال آخر example 4، find the spherical coordinate equation for the cone z بتساوي الجذر التربيع الاكس تربيع زائد واي تربيع. نيجي نشوف الآن الزد ايش لانها بتساوي، رو كوساين فاي بتساوي الجذر التربيعي اكس تربيع زائد واي تربيع، قبل شوية عملناها اللي هو رو تربيع ساين تربيع فاي، عملناها قبل شوية يا جماعة، اللي هي الاكس تربيع زائد واي تربيع، هاي اكس تربيع زائد واي تربيع حيها، اللي هي طلعت عندي رو تربيع ساين تربيع فاي، وهذه طبعا كانت ايش مالها 1 لما اخذنا عامل مشترك. اذا الاكس تربيع زائد واي تربيع اللي هي عباره عن رو تربيع ساين فاي، زي ما قلنا رو تربيع ساين تربيع فاي، خذ الجذر التربيعي الها اللي هي بصير رو ساين فاي، حيث رو اكبر من صفر وساين فاي اكبر يساوي صفر لانها من صفر لعند 2 باي، بس لعند باي اسف.
الان صار رو كوساين فاي بتساوي رو ساين فاي، الرو بتروح مع الرو لان اكبر من صفر، بضل كوساين فاي بتساوي ساين فاي. الان الكوساين بيساوي الساين عند اللي هو فاي بتساوي باي على 4، لانه بس اللي هي فاينا من صفر لعند باي، وبكون فاي بتساوي باي على 4 هي معادلة الكون اللي عندنا هذا، اللي هو هذا طبعا عبارة عن كون فاي بتساوي 4. نيجي الان هاو تو انتجريت سفيريكال كوردينيتس، زي بالضبط اللي هو نفس روح السابق تو فاليويت الانتجريشن. هذا بدنا نعمل ما يلي، هاي الرسم بنيجي بنرسم الان بنرسم الرسمة عندي. هذه طبعا اللي هي قبل ما نحكي عن هذا، نحكي عن الفوليوم ديفرنشال ان سفيريكال كوردينيتس. قلنا دي في بيساوي دي اكس دي واي دي زد، اللي هي نفسها دي في بيساوي دي اللي هو ار دي ار دي ثيتا دي زد. ماشي. الان لما نشتق هذه، في لها اشتقاق طبعا، احنا مش 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 معنيين بالاشتقاق، لكن مش صعب الاشتقاق. خلينا نقول لكم كيف اللي هو تربيع ساين فاي دي فاي دي رو دي ثيتا دي فاي دي ايش دي ثيتا. الان الدي في هيكون عبارة عن دي رو في رو دي فاي في رو ساين فاي في دي ثيتا. الان هذا اللي هو عبارة عن رو تربيع ساين فاي دي دي رو دي فاي دي ثيتا. طبعا في له تفاصيل، هذا في له اللي هو انه احنا نحكي كيف نوجده، لكن البرهان له مش مطلوب، فعشان هيك اللي هو بس دي في بيساوي رو تربيع ساين فاي دي رو دي فاي دي ثيتا. وبعينكم الله اللي هو بتحفظوها. طبعا اللي بنسى بتروح للاشتقاقات، العلاقات اللي قبل بشويه بتجيب هذه العلاقات اللي حكيناها قبل بشويه، لكن ما بديش التفاصيل الان. كيف بدنا نعمل انتجريشن للسفيريكال كوردينيتس عند المنطقه دي؟ اول شيء برسم المنطقه دي اللي عندي. الان عندي اللي هو رو او كامل بالنسبه لرو، بعدين فاي بعدين بالنسبه لثيتا. نشوف كيف بدنا نسبة. الان فرضنا انه هذا اللي هو عباره عن رو بيساوي هذا، هي المجسم اللي عندي، بدي اشوف كيف بدي اعمله. طبعا اكيد هاخذ رو، رو من نقطه الاصل بطلع دايركتد ديستانس، من وين بدخل المنطقه ومن وين بخرج المنطقه، بدخلها من عند جي 1 ثيتا جي 1 فاي وثيتا، جي لعند جي 2 فاي وثيتا، هي اللي هو دايركتد ديستانس. الرو بطلع من نقطه الاصل وبمشي مع هذا، بدخل من هنا وبخرج من هنا، اذا المنطقه كلهن على نفس المنوال. وهي هنا اوضح الصوره، هاي عندي الرو بيدخل هيك بيطلع، اذا بيبدا من عند جي 1 اوف فاي اوف ثيتا وبنتقل عند جي 2 فاي اوف ثيتا. هذه حدود الانتجريشن، الا طبعا للاف اوف رو فاي ثيتا، رو تربيع ساين تربيع فاي، هذه كلها عباره عن اللي هو الدي في. طيب نيجي الان لمين؟ للفاي. الان الفاي لو جينا فرضنا الفاي من هان، الفاي ناخذ فاي، الفاي بتبدا من عند هذا وبتنتهي وين؟ عند هنا اذا الفاي اللي عندي هذه في الها بتبدا اللي هي من عند اللي هي المنطقه اللي هي القد اللي هي، بس جيبها للتوضيح من هنا، ما هي بتبدا من هنا لعند هذا اللي هو هي رو تبعها، هذه هي رو تبعها بيبدا من هيك وبيمشي هيك. اذا هذه اللي هي المينيموم الها، والان هذا بيجي هيك لعند اخرها، هذه اللي هو عباره عن اللي عند هنا، اسف هذا عند هنا، هي اللي هي ايش؟ فاي الاخيره. اذا هذه فاي الاولى لهنا هيها، وفاي الأخيرة لهنا، فبصير اللي هي فاي من وين لوين؟ طبعا فاهمين كيف بعمل، من مينيمم لعند الماكسيمم، هذه قيم فاي، فاي هي هي عندي الرو تبعها اللي بيبدأ بالجسم، والرو بآخر الجسم هيو، فبتكون من المينيمم للماكسيمم. الآن نيجي لمين؟ لثيتا، بنعمل البروجكشن هذا تحت، لازم نعمله، طلع عندي البروجكشن زي ما قلنا هنا، الآن هنا بداية ثيتا هي عند الفا نوت، وهي نهاية ثيتا عند بيتا نوت، بيتا من الفا لعند بيتا، هذه اللي هي بتمسح كل اللي هو البروجكشن تبع الجسم، فبيكون دي ثيتا الأخيرة هي عبارة عن من الفا لعند بيتا. نيجي الآن ناخذ اكزامبل، فايند ذا فوليوم اوف ذا ايس كريم كون، اللي هو بده اللي هو فوليوم لا ايش؟ لا حبة الايس كريم، عارفين هذا حبة البوظة يعني، دي كات فروم. إذا سوليد سفير رو أصغر يساوي 1 باي ذا كون فاي بيساوي واي على 3. الآن اللي هي المنطقة محصورة بين مين؟ من جزء من السفير رو، من مش من السفير، من اللي هي السوليد سفير يعني القشرة مع الداخل.
رو أصغر يساوي واحد، هاي رو بتساوي واحد هيها، اللي هي بترسم لي إيش الآن؟ رو بتساوي واحد هيها، ترسم لي اللي هي زي ما قلنا عبارة عن كرة مركزها نقطة الأصل هيها. الآن هاي الآن بدنا الجزء هذا اللي من الكرة مع مين؟ مع الكون اللي تحت اللي هو فاي بتساوي باي على ثلاثة. فالآن هاي الكون وهي اللي هو السفير، هاي المنطقة اللي بين الكون والسفير هي المنطقة المطلوبة اللي هي الآيس كريم كون. بدنا نوجد الفوليوم منها. الفوليوم اللي هو عبارة عن الانتجريشن للدي في، دي في هي دي في اللي هو رو تربيع ساين باي دي فاي دي رو دي ثيتا. ايش بنيجي الآن؟ بناخذ دايركت ديستانس من نقطة الأصل وبنمشي ندخل الجسم. طبعا الجسم مدخول منه من عند الزيرو وبتضلك ماشي لما تطلع ايش من السفير. اذا رو من صفر لعند ايش؟ واحد، لانه رو اللي هي ثابته بتساوي واحد على السفير. الان بدنا نيجي لمين؟ لا اللي هي فاي، فاي الان هذه اللي هي بتضلها ماشيه منها الان لما تصل لعند ايش؟ اخر الكون. الان عشان تمسح المنطقه هذه كلها هي من صفر بتبدا الفاي وبتنتهي لعند اخر الكون اللي هو ايش بيساوي؟ باي على ثلاثة. هذه اللي هي الكون اللي عندي اللي بتخلص اللي هي على كل المنطقة هذه، فبصير عندي من صفر لمين؟ لباي على ثلاثة، هي هو الكون. الآن اعمل بروجكشن لهذا، واضح البروجكشن ايش حيطلع؟ دائرة، دائرة مكتملة. لأنه بالسفير تنزل تطلع ايش؟ الدائرة اللي هي واحد التقاطع هذا بنزلهم كلن، بنزلهم كلن وين؟ في المنطقة هذه. فيتا فيها من صفر لوين؟ لعند 2 باي، وبنيجي بنكامل الآن من صفر لعند واحد رو تربيع بصير رو تقعيب على ثلاثة، من صفر لواحد بصير اللي هي عبارة عن تلت ساين فاي دي فاي، تلت ساين فاي اللي هو ناقص تلت كوساين فاي من صفر لعند باي على ثلاثة، بعوض بصير اللي هي عبارة عن كوساين اللي هي باي على ثلاثة اللي هي عبارة عن اللي هي نص، في ناقص تلت بصير سدس، ناقص اللي هي ناقص تلت اللي هي كوساين الزيرو عبارة عن واحد، فبصير ايش مالها؟ ناقص ناقص بصير زائد تلت. الكل بدي كامله الان هذا من صفر لاثنين باي، فبصير مقدار ناقص سدس زائد تلت اللي هو عبارة عن سدس، لانه هذا عبارة عن سدسين، سدس من الحاصل الطرح، سدس من صفر لاثنين باي بصير سدس ثيتا، سدس ثيتا في 2 باي بصير عبارة عن باي على 3، ويكون هذا هو الفوليوم للآيس كريمة اللي أمامنا. والآن الآن تلخيص بس لكل اللي عملناه من العلاقات كوردينيت كونفيرجنز فورمولا. الآن في السلندريكال تو ريكتانجولار، من سلندريكال لريكتانجولار هي اكس بتساوي ار كوساين ثيتا، واي بتساوي ار ساين ثيتا، زد بتساوي زد، تقريبا حفظناه. من سفيريكال تو ريكتانجولار اكس بتساوي رو ساين فاي كوساين فاي، واي بتساوي رو ساين فاي ساين فاي، وحكيناها الزد نفس الشيء. الان سفيريكال تو سلندريكال هي الار وهي الزد وهي الثيتا، وهذه كلها اشتقيناها وقلنا كورسبوندينج فورمولا فور دي في اللي هي ان تريبل انتجرال دي في، قلنا دي اكس دي واي دي زد، او وهذا في الكارتيزيان في البولار دي زد، في السلندريكال دي زد ار دي ار دي ثيتا، في السفيريكال رو تربيع ساين فاي دي فاي دي رو دي فاي دي ثيتا. وبكون هيك احنا انهينا المحاضرة اللي هي 15/7، والى لقاء اخر.